بعد جوج ديال الالقاب وضع جد صعب لفريق الرجاء الرياضي، وقلت له شحال من مره، قلت له الموسم غيكون صعيب عند فريق الرجاء الرياضي وتقدر تمشي لواحد النسبه كبيره ان الرجاء واش يقدر يرفع المنع ولا ما يقدرش يرفع المنع، في ظل ان مجموعه من اللاعبين كيطالبوا بالفلوس ديالهم، حتى واحد ما باغي يتنازل وهذاك حقه، قلت يستحيل انه يخلص جميع اللاعبين دابا اللي جاي يعطي متولي ويعطي الحداد ويعطي فلان وفلان وفلان، يستحيل في الوضع اللي كاين بحال، لان الا غتخلص هذوك وتعطي 3 مليار و200 خص هادو اللي وقيله المنح التوقيعيه الموصله تهما لشي جوجونس، معناها خص واحد 6 مليار تكون عندك باش تخلص كل شيء وما دير لا بروتوكول لا والو، ولكن كنظن القدره الماليه ديال فريق الرجاء الرياضي لا تتحمل، لان الوضع الحالي ازمه كبيره، ولكن اللاعبين راه اليوم من بعد مقدم راه كاين بوزو اللي حتى هو ليزون دومور باش انه يطالب بالمستحقات ديالو، هو في الجزائر اتونسيون راه دابا راه على موان شحال ديال المغريات على بوزو، يعني خاص تخدم على ما هو ليتيج وتخدم على اللاعبين في ديال هذا الوضع اللي كاين دابا، لان هذا مستجد حلا غادي يعني ما غيخليش الاستقرار اللي كان داخل فريق الرجاء الرياضي، بان غيزعزع الاستقرار داخل فريق الرجاء الرياضي، بالتالي خاص يعني الناس المسؤولين اللي كاينين دابا في مكتب الانطلاقه من سي عادل هلال اللي هو نائب الاول والاخوان اللي معاه، خاص كل شيء يتجند باش ان يعني يحاولوا انهم يخليوا الرجاء يعني تبقى في الاستقرار اللي معروف، اولا خاص بعدا الحفاظ على الركائز، واول شرط باش تحافظ على الركائز ديالك انك خاصك تخلصهم، واحد بحال بوزوق ما يمكنش انه يمشي يعني بهذا هذا، حتى الصفقه ديال مقدم بحال الرجاء تقريبا نص مليون 200 مليون، وتقدر تقول بان ما خلصوش واحد 600 اللي كان غيدا مقدم 300 اللي كيتسال في واحد 270 ولا قول 300 اخرى شي واحد 800، ولكن كنظن مقدم كان ممكن يمشي بكثر لو ان كان خلص هو العقد ديالو عند الرجاء، والرجاء يعني ما عندهاش هذا الضغط ديال ان ما عندهاش باش تخلصوا، حتى يعني الفريق كيلقى راسو في موقع ضعف امام مجموعه من اللاعبين اللي كيصروا انهم ياخذوا الفلوس ديالهم، مش هذا كما كنقولوا دائما حقهم، هذاك درتي مع واحد اللاعب العقد شريعه المتعاقد، درتي مع واحد اللاعب عقد خاصك تلتزم به، اللاعب كتبقى المسؤوليه ديالو واش يقبل انه يتنازل على مبلغ ولا ما يقبلش، واش يعني يبغي يدير بروتوكول ولا ما يبغيش يديره، لان التوجه اللي كان غادي فيه يعني المكتب المسير كان ديال فريق الرجاء الرياضي هو انه يدير بروتوكولات، يستحيل انه يخلص جميع اللاعبين دابا اللي جاي يعطي متولي ويعطي الحداد ويعطي فلان وفلان وفلان، يستحيل في الوضع اللي كاين بحال، لان الا غتخلص هذوك وتعطي 3 مليار و200 خص هادو اللي وقيله المنح التوقيعيه الموصله تهما لشي جوجونس، معناها خص واحد 6 مليار تكون عندك باش تخلص كل شيء وما دير لا بروتوكول لا والو، ولكن كنظن القدره الماليه ديال فريق الرجاء الرياضي لا تتحمل، لان الوضع الحالي ازمه كبيره. من الظهر بانه حتى عدم التواجد ديالو 3 شهور 7 شهور تعطينا بان عنده مشكل، وهذاك المشكل تيخلي ما يكونش في ارض الوطن باش يكون في القضايا الاولى الفريق ديالو، وهذا القضيه ديال الرجاء اتفق ولكن راس في صوره الفريق ما يمكنش ما يكونش رئيس كاين وموجود والتواجد ديالو كاين مع الفريق ديالو، اظن بان هذا خص يلقى حل وصل الفريق الرجاء الرياضي. راه هو خرج وصرح وقال لك انا عندي مشاكل تجاريه، عندي مشاكل تجاريه، ولكن دائما كيربط يعني الغياب ديالو بالمرض ما هو صحي، ما غاديش تقول لي لا عنده مشاكل كيبان داك الشيء مع الوقت، راه قد ما حبل الكذب قاصر قد ما بقيتي تكذب واحد النهار غادي تحصل، فهمتي؟ لان الواقع كيفرض عليك شحال قد كتبقى مريض مثلا عندك هذا الوضع الصحي مثلا واحد العام عام ونص شي حاجه ماشي هذيك، كاين مشاكل عند سي محمد بودريقه تجاريه كبيره كاين، هذا واقع فهمتي، ولكن حنا كنتكلموا على الرئيس شخصيته ما هو علاقته يعني في حياته الشخصيه وداك الشيء لا يهمنا في شيء، نقدر ما كيهمنا بودريقه رئيس ديال فريق الرجاء الرياضي والاعتقال ديالو او الغياب ديالو غيفرض واحد الحاله من الاستقرار داخل فريق الرجاء الرياضي، وخاصه المنخرطين المكونات ديال النادي هي اللي تلقى لها حل، ولكن بعد جوج ديال الالقاب وضع جد صعب لفريق الرجاء الرياضي، وقلت له شحال من مره، قلت له الموسم غيكون صعيب عند فريق الرجاء الرياضي وتقدر تمشي لواحد النسبه كبيره ان الرجاء واش يقدر يرفع المنع ولا ما يقدرش يرفع المنع، في ظل ان مجموعه من اللاعبين كيطالبوا بالفلوس ديالهم، حتى واحد ما باغي يتنازل وهذاك حقه، كنتفهم الوضعيه ديال اللاعبين ماشي غير ماليا، حتى المعامله اللي تعاملوا بها لا من الرؤساء السابقين احيانا لا من سي عازل البدراوي البعض لا من المكتب المسير الحالي، عارف بان اللي دا البطوله هو سلاني، العالم عارف بان اللي مشى للفينال هو سلاني، اللي مشى يعني النصف النهائي ديال البطوله ديال سميتو دوري عصبه الابطال وسلان، وكنكتب للعصبه باش نحرموه من هاد المستحقات ديالو، هادي راه فيها قله احترام، ما فيهاش دفاع على الحقوق حتى ماشي حقك، هذاك فيها قله احترام لواحد الشخص عارف انا داير هاد الشيء ويستحق هاد الشيء وكنحيدوا ليه، هذه هي المعامله اللي كنتكلم عليها، هذا مثال بسيط، راه غير هو عرض على الرجاء انه يجي يتفاهم، هو شخصيا عرض على الرجاء وطلب مني شخصيا انني نهضر مع المسؤول ديال الرجاء ونقول لهم راه الناهري مستعد يجي، وتوصلت الرساله ولكن حتى واحد ما استجب حتى واحد ما تفاعل، كيفاش اللاعب اليوم ملي غادي يحسبك انت واقف عليه عاد غتبغي يتعامل معك بالمعامله اللي باغي انت، وعلاش ما تعاملتش معنا راه هو كيعرض لك وكان مستعد نحد نقص يعني مبلغ مالي مهم وتفاهموا معايا في هذاك وقسموه ماشي مشكل،
وتا جمال في الوقت اللي هذا قلنا قسموه ماشي مش قسموه على شحال ما بغيتو وماشي مشكل. ربما الوضع المالي ما كانش كيسمح، ولكن على الاقل يكون المعامله تكون فيها شويه ديال 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 الاحترام للشخص اللي دار معك بعض الانجازات، ولا متولي دار معك انجازات، ولا جبيره، ولا لاعبين اخرين اللي تاهما داروا انجازات. وهذاك الكلام ملي غنجيو نهضروا على البطوله ندوزو للمسيين، اسمح لي اسمح لي نهضروا على ما عرفتش شنو تيدار ولبسوا كاع التونيات ما عرفتش شنو هو سميتو ما عرفتش شنو هو، نهضروا على البطوله نردوا بالقشور خايب والمسيين كلهم خايبين. البطوله هي المهد العمل ديال الجامعه، ويلا فشلات ولا مات سبب الجامعه.